السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. في الأول اللي مشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس ويشيره للأهل والأحباب ويحط لايك إذا عجبوا الفيديو ويسيب تحت تعليق كده حلو يقول إيه رأيه في الفيديو. النهاردة هعمل غدا بتاعنا النهاردة حلو قوي ومنحبوه قوي برضو، اللي هو نوع من أنواع الأسماك، يعني اللي هي السردين. السردين ده مفيد جدا، وسمكة مفيدة جدا جدا جدا، لان السردين دوت سمكة غنية بالأوميجا 3. حبيت اقول لكم حبة معلومات عنها، يعني سمكة غنية بالأوميجا 3. أوميجا 3 ده مهم جدا للجلد وللبشرة وللشعر وللعين، للنظر. الأوميجا 3 مهم جدا للنظر، وكمان فيها كالسيوم عالي جدا عالي جدا، يعني حلو جدا مفاصل والتهاب المفاصل وللعظم، وكمان بتقلل الكوليسترول الضار في الجسم وبتزود الكوليسترول النافع في الجسم. احنا عارفين طبعا في كوليسترول نافع وفي كوليسترول ضار. السردين بقى سبحان الله بتقلل الضار وبتعلي النافع. السمكة الصغيرة دي انا جبته طبعا، وايه ونضفته. بتنضف ازاي السردين؟ مش بيتفتح بطنه ولا حاجة، مجرد مثلا بالسكينة، بسن السكينة كده، هو حافة السكينة او المقص، بشيل القشر اللي فيه دوت على فوق كده عكس الاتجاه، بيتشال وبتغسل بس. وانا تبلته بالملح والكمون والكزبره الناشفه، دي تتبيلتي للسمك، لكن ما حطيتلوش توم هنا بقى، لان توم احطه على هو في الصينيه بقى. كمون وملح وكزبره ناشفه، وسبته بتاع حوالي ساعتين في التتبيله ديت. والطبق دوت، الطبق اللي احنا معانا ده ماسكاه دلوقتي، في بقى ايه الحاجات اللي احطها في الصينيه، اللي هو بصل مقطعه حلقات، وطماطم وفلفل بس بارد، وتوم متقطع حتت صغيره، وليمون مقطعاه طرنشات. الليمون رخص كمان، يعني انا جايبه كيلو ب 10 جنيه طرنشات كده اهوت، الليمون احطه عليه برده. فياريت السردين دوت ناكلوه مره في الاسبوع طول ما هو موجود. هو مبقاش موجود على طول بصراحه السردين، طول ما هو موجود ياريت ناكله مره في الاسبوع. ما كانش موجود يبقى ناكله السردين المعلب، برده مفيد جدا. يعني السردين سمكه مفيده جدا جدا، حبيت اقول ايه المعلومه الصغيره دي. الاول جبت صينيه اهو، وهحط بقى ايه، انا بحب في اي صينيه السمك احط البصل في اول حاجه عشان السمك ما يلزقش في الصينيه. احط البصل بالشكل دوت، اوزعه في عريض الصينيه كلها كده اهوت. لما احط البصل في الاول السمك ما بيلزقش في الصينيه بالمنظر ده كده اهوت. حطيت البصل، بصلايه متوسطه بس عاديه يعني. بعد كده ايه، هرص ايه السردين، هرصه في الصينيه كده جنب بعض، يعني اي رصه كده. سردين مملح برضو، سردين مفيد جدا برضو، ممكن نملحه في البيت بيبقى انضف برضو واحسن. المهم السردين يتاكل بأي شكل من الأشكال، يعني ممكن مقلي، ممكن مشوي، مشوي نشويه مثلا، ممكن يتشرب بالزيت أو بالردة، بس بالزيت بيبقى أحلى. يعني أي طريقة من الطرق، بس أنا هعمله صينية في الفرن ويبقى خفيف، ويبقى طبعا إيه في الحر اللي احنا فيه دوت مش هنقف كتير نقلي قدام النار بقى، والسخونية النار تطلع علينا وكده. ففي الفرن ببقى صح، الفرن هيسخن المطبخ بس معلش مش هتبقي واقفه قدامه، يعني غير المقلي وكده اهوت هتبقي واقفه ايه قدامه. ارصه كده اي رصه المنظر ده كده اهوت بالصينيه. مش مشكله لو حطيت على بعض كده كده هيستوى، يعني مفيش حاجه، مش لازم يبقى جنب بعض كده. ممكن ايه يعني افرقهم كده عن بعض واحط في النص، افرق كده واحط كده اهوت.
بالمنظر ده كده اهو. بعد كده اروح حاطه الطماطم. طب هنحط الفلفل الاول ولا اقول لك الثوم؟ الثوم الاول احسن. الثوم نحطه على السردين مباشره، يعني اي حاجه، يعني مش مشكله بالترتيب، يعني ما كله هيستوى وكله هيشرب من بعضه، بس يعني بحب ارتب يعني شويه. نحط الثوم الاول اهو، مش يعني قانون مثلا ولا حاجه، لا عادي. حطيت الثوم واحط بقى الطماطم برضو. طماطميه واحده بس، يعني مش هكتر الطماطم بقى، مش هكتر يعني حاجه، بس ايه تدي طعم وتدي شكل برضو حلو، ولما تيجي تاكلي برضو بتبقى ايه حلوه مع السردين كده. طماطميه واحده بس متوسطه برضو، يعني بصلايه تحت متوسطه ودي طماطميه متوسطه، وفص ثوم واحد بس اللي انا قطعته مش فرمته بقى بالمنظر ده كده اهوت. بعد كده احط الفلفل بقى، ده قرن فلفل، فلفل بارد بس مش رومي يعني. لو رومي، لو عندك رومي ما عندكيش من دوت قطعيه برضو عادي يعني صينية السردين في الفرن دي بصراحة أسهل صينية، متهيألي أسهل صينية. يعني تحطي تحت بصل، بعد كده السردين متبلاه طبعا، تحطي الثوم، تحطي الطماطم، تحطي الفلفل كده وتوزعيه، بعد كده شرايح. طبعا أنا إيه السردين أنا متبلاه قلت لكم بالملح والكمون والكزبرة الناشفة، بس هرش حاجة بسيطة عشان الطماطم، بس حاجة أرش حبة ملح بسيطة جدا عشان الملح، عشان الطماطم، حاجة بسيطة بس على الطماطم كده عشان تتبل الطماطم بس، بس كده. احط بقى ايه شرايح الليمون دي، الليمون العادي بتاعنا، البنزير العادي اللي هو السوق، الليمون بتاعنا العادي. قطعت شرايح كده اهوت، احطه عليه برضو، بيستوى معاه بينزل طعم الليمون عليه، بيبقى حلو جدا. وممكن ليمونه بعد كده وانت بتاكلي تاكليها تنصيها، بتبقى حلوه قوي برضو. تحطي في النص كده اهوت، دول ليمونتين، قطعت ليمونتين. بس كده اهوت اهي صينيه السردين وهي نيه لسه ما استوتش. يعني الاول احسن حاجه تتبلي السردين قبل ما تحطيه في الصينيه بملح وكمون وكزبره ناشفه، بعد كده هو تحطي البصل الحلقات في قعريه الصينيه، بعد كده السردين ترصيه، بعد كده الثوم متقطع، بعد كده الطماطمايه اللي انت مقطعاها، بعد كده الفلفل، بعد كده شرايح الليمون، وبعد كده ايه احط عليها حبه زيت ذره وادخله الفرن. احط حبه زيت من زيت الذره بقى دوت، بعدين ما الزيت مش هتقطع على النار احط ذره، لان الذره مش عايز تقطع على النار. حبه زيت كده بسيطه كده اهوت على الوش مش كتير، ما بحطش ميه بقى ولا اي حاجه، حبه زيت اهو بس كده. واكون مولعه الفرن يسخن، اروح حطاه على الشبكه لغايه ما يستوي والوش كده يتحمر يبقى حلو، وهوريه لكم ان شاء الله لما يطلع من الفرن. خليكم معايا. اخيرا خلصنا من الغداء بتاعنا النهارده اللي هو صينيه السردين في الفرن. زي ما انتم شايفين طلعت من الفرن، بس هي سخنه شويه، عشان كده انا ايه امسكها بالجوانتي ده بتاع الفرن. بصوا شكلها عامل ازاي، ما فيهاش خالص، بقت ناشفه وحلوه، ما فيهاش اي ميه او اي سائل، وما خدتش في الفرن حوالي مثلا نص ساعه ساعه الا ربع، ما كملتش ساعه يعني في الفرن اهي، بقت متحمره وجميله اهي بالمنظر ده، وطعمها في منتهى الجمال. احنا حاطين عليها شرايح الليمون، ممكن كمان اللي ياكل عايز يعصر ليمون كمان يعصر، واللي يحب الحراق ممكن يحط عليها شطه، يحط عليها فلفل بدل الفلفل اللي انا حاطاه بارد، يحط عليه فلفل حراق كده هو. بس دي كان غدانا النهارده، غدانا سهل وبسيط وجميل ومفيد، صينيه السردين. يا رب يكون غدانا النهارده عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.
وتشيروا للأهل والأحباب، ومتنسوش اللايك، وفيديوهاتي اللي فاتت لو حد ما شافهاش يا ريت يشوفها ويكتب لي تعليق حلو كده يقول ايه رأيه في الفيديوهات ديت. ويا رب اكون النهارده افدتكم، والمعلومات الحلوة اللي عن السردين يا رب تكونوا استفدتم منها كده بإذن الله. وإلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر.